أعزائي الطلبة والطالبات، سيكون درسنا اليوم إن شاء الله في الاتزان الديناميكي لمقرر كيم 3. من خلال هذا الدرس سنتوصل إلى هدفين رئيسيين، وهما رايح نتكلم فيه عن مفهوم وخواص الاتزان الكيميائي، والهدف الآخر رايح نوصل إلى مفهوم تعبير الاتزان الكيميائي للأنظمة المتزنة. مراجعات لبعض المفردات الأساسية التي يجب أن تكون حاضرة في ذهننا، وهو التفاعل الكيميائي هي العملية التي يعاد فيها ترتيب ذرات مادة أو أكثر لإنتاج مواد جديدة مختلفة. أنواع التفاعلات أعزائي الطلبة، بيكون عندنا نوعين من أنواع التفاعلات الكيميائية. النوع الأول هي التفاعلات التامة، وهي عبارة عن تفاعلات يكون اتجاه سير التفاعل اتجاه واحد فقط، يكون من المتفاعلات إلى النواتج اتجاه سير التفاعل، وفيها تتحول المتفاعلات بالكامل لنواتج، جميع المتفاعلات تتحول لنواتج، ويمثل هذا التفاعل أو نمثل هذا التفاعل بغير الانعكاسي، وهو عبارة عن A plus B يعطيني المادة AB، ونلاحظ أنه هو في اتجاه واحد لهذا التفاعل الكيميائي. النوع الآخر من أنواع التفاعلات هي عبارة عن التفاعلات الانعكاسية، وهي تفاعلات تحدث فيها التفاعل في اتجاهين، الطردي والاتجاه العكسي. يمثل هذا التفاعل A يعطيني B، مرة ثانية المادة B تعطيني A، من خلال الاتجاه الطردي والاتجاه العكسي. فبيكون عندي تفاعل ذو سهمين، من المتفاعلات للنواتج، ومن المتفاعلات اللي هي في الأساس كانت نواتج إلى المتفاعلات مرة أخرى بهذا الاتجاه. لاحظ التفاعل الموجود اللي هو كمثال عندي H2 اللي هو غاز الهيدروجين مع اتحاد Cl2 غاز الكلور، يعطوني 2 مول من اللي هو الـ HCl. طبعا نلاحظ ان هذا التحول في المواد المتفاعلة، جميع المواد المتفاعلة اعطتني مواد ناتجة، جميع المتفاعلات اعطتني، جميع المتفاعلات كونت لي مواد ناتجة. يسمى هذا النوع من التفاعلات بناء على ما سبق ذكره هو ان هي التفاعلات التامة. التفاعل التام هو التفاعل الغير الانعكاسي. ملاحظات حول تفاعل غاز النيتروجين والهيدروجين. نلاحظ هذا التفاعل أعزائي الطلبة هو تفاعل إنتاج الأمونيا، تفاعل لإنتاج الأمونيا من خلال اتحاد النيتروجين مع غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين. من خلال هذا التفاعل نلاحظ شلون تكون عندي العلاقة البيانية ما بين التركيز وزمن سير التفاعل. زمن سير التفاعل أو تغير التراكيز خلال زمن سير التفاعل يوضح لي أن حدث عندي تناقص في المتفاعلات النيتروجين والهيدروجين، حدث عندي تناقص في المتفاعلات بالنسبة للنيتروجين والهيدروجين، في حين أن الـ NH3 الغاز الأمونيا حدث عندي تزايد في تراكيزه، أي بمعنى أنه تكون عندي من لا شيء من الـ H والـ N. عند زمن محدد نلاحظ أنه حدث عندي ثبات للتراكيز. ثبات التراكيز هو يعرف بالاتزان الديناميكي. ولاحظ هنا بأن الثبات ما بعد هذا الزمن نلاحظ أنه ما في تغير في قيم التراكيز، في ثبات في قيم التراكيز. والاستنتاج من خلال هذا نقول بعد مرور فترة من الزمن تصبح جميع التراكيز ثابتة.
والاتزان عند هذا الاتزان لا تتغير المواد المتفاعلة والمواد الناتجة عند هذا الزمن. نشوف هنا تفاعل غازي النيتروجين بالأشكال. نشوف الـ N2 plus اللي هو 3H2 يعطيني 2NH3. لاحظ هنا في بداية التفاعل، في بداية التفاعل كان عندي اللي هو الـ N فقط، الـ N مع الـ H فقط، عندي جزيئات النيتروجين وجزيئات الهيدروجين. بعد مرور الزمن بدأ يتكون عندي جزء بسيط، عدد مولات بسيطة من الـ NH3. بعدها مرور زمن أكثر من الزمن اللي كنت عند سلايد بي، تكونت عندي زادت جزيئات الأمونيا اللي هي NH3. لاحظ مع وجود اللي هو جزيء الهيدروجين وجزيء النيتروجين، وهذه الفترة اللي تسمى بثبات الاتزان، تكون عندي تراكيز النيتروجين، تراكيز الهيدروجين، بالإضافة إلى وجود عندي اللي هو الـ H2 والـ NH3 بالإضافة إلى الـ N2. عزيزي الطالب، وصف ما يحدث عند تكوين الأمونيا. في بداية التفاعل أو في بداية يكون التفاعل طردي. طبعا شلون نمثله انه يكون التفاعل طردي؟ هو تمثيل التفاعل الطردي من خلال وجود سهم واحد فقط هو في الاتجاه الطردي، باعتبار انه اللي هو مول من النيتروجين مع 3 مول من الهيدروجين انتاج مولين من الامونيا. هذا يكون في التفاعل في البداية يكون التفاعل طردي. بعد مرور زمن يقل تركيز الهيدروجين مثل ما شفنا قبل شوي في الرسم البياني، انخفاض او تناقص تركيز النيتروجين والهيدروجين مع مرور الزمن، فتقل سرعة التفاعل الطردي. هذا التفاعل الطردي تبدأ تقل سرعته، وتزداد تركيز الأمونيا، اي تزداد سرعة التفاعل العكسي. التفاعل العكسي للتوضيح بأن النيتروجين مع الهيدروجين يكونون إلي كان الـ NH3 بالنسبة للتفاعل الطردي. في التفاعل العكسي يحدث العكس، أن الـ NH3 تتفكك إلى غاز النيتروجين وغاز الهيدروجين، فبالتالي يكون عندي تفاعل طردي وتفاعل عكسي. التفاعل الطردي في تكوين الأمونيا، والتفاعل العكسي في تفكك الأمونيا لتكوين الهيدروجين والنيتروجين. أي بعد فترة من الزمن نجد أن سرعة التفاعل العكسي تساوت مع سرعة التفاعل الطردي، أي أن التفاعل تكون الأمونيا مع تكون الهيدروجين والنيتروجين حدث في تساوي، وعندها يقال أن التفاعل قد وصل إلى مرحلة الاتزان، وصل إلى مرحلة الاتزان. في تمثيل مرحلة الاتزان يكون بهذا الشكل، الـ NH تكوين الـ NH3 في اللي هو الأمونيا، وتفكك الأمونيا إلى النيتروجين والهيدروجين، فيسمى بالتفاعل الانعكاسي، أي التفاعل الطردي والتفاعل العكسي في آن واحد. ويعرف الاتزان الكيميائي من خلاله أنه حالة تتساوى عندها سرعة التفاعل الطردي مع سرعة التفاعل العكسي، أي أن الكميات التي تنتج هي مساوية للكميات التي تتفكك، وبهذا الشكل يكون حدث عندي اتزان ديناميكي، أي أن معدل سرعة التفاعل الطردي تساوت مع سرعة التفاعل العكسي.
طبعا إذا بنشوف التفاعلات الكيميائية، هل يوجد اتزان في التفاعلات الكيميائية؟ نعم يوجد اتزان في التفاعلات الكيميائية وتسمى بالاتزان الكيميائي. طبعا هل كل التفاعلات الكيميائية يحدث فيها اتزان كيميائي؟ بالطبع لا، لأن ليس جميع التفاعلات تحدث في اتجاه انعكاسي، أي في اتجاه طردي أو اتجاه طردي مع اتجاه اللي هو عكسي. للتعبير عن ثابت الاتزان الكيميائي للمعادلة الكيميائية، عندي معادلة كيميائية تحتوي على متفاعلات ونواتج في اتجاه طردي بالإضافة إلى اتجاه العكسي، أي هذه المعادلة امتلكت جميع شروط التفاعل الانعكاسي، التفاعل الطردي والتفاعل العكسي. أيضا من خلال المعادلة نلاحظ وجود المتفاعلات اللي هي A B مع وجود نواتج C و D في اتجاه الطردي، ولكن في الاتجاه العكسي أصبحت D ومادة C هي المتفاعلات والنواتج B و A. ولكن ما المقصود بهذه الرموز اللي هي الA والB والC والD small letter الموجودة؟ هي عبارة عن معامل المعادلة أو معامل المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في المتفاعلات والنواتج للطردي والعكس بالنسبة للعكسي، وهذا مر علينا في مقرر 102، ووضحنا بأن الA هي عبارة عن معامل يكتب عبارة عن رقم لتوضيح عدد المولات المتفاعلات والنواتج، ويستخدم أيضا لوزن المعادلات. لاستخراج قيمة الKAQ هي عبارة عن قيمة عددية، الKAQ هي عبارة عن قيمة عددية وتمثل بالنواتج مقسوما على المتفاعلات، وهنا يعتبر أو يؤخذ في الاعتبار التفاعل الطردي والعكسي. ونلاحظ أن هو وجود المواد المتفاعلة للمعادلة هي تكون تركيز المواد الناتجة في البسط وتركيز المواد المتفاعلة في مقام القيمة الKAQ العددية. طبعا ما المقصود بالKAQ؟ هي قيمة العددية لنسبة تراكيز، لنسبة تراكيز المواد الناتجة إلى المتفاعلة، يعني المواد الناتجة إلى المتفاعلة هي تمثل لي قيمة الKAQ، ودائما تكون قيمة KAQ ثابتة عند درجة حرارة معينة، أي بتغير درجة الحرارة تتغير قيمة الKAQ. ماذا نستفيد من قيم KAQ بعد ما نوجد اللي هو الثابت الاتزان؟ لما تكون الـ KAQ أكبر من واحد، هنا نتوصل إلى أن تركيز النواتج يكون أكبر من تركيز المتفاعلات، بينما إذا كانت قيمة الـ KAQ أقل من واحد فإن تركيز المواد الناتجة ستكون أصغر من المواد المتفاعلة، بينما إذا تساوت ما يقارب ما بين الـ KAQ تقريبا تساوي واحد، فإن هذا الاتزان يحدث بين المتفاعلات وتركيز النواتج تكون تقريبا مقاربة لبعضها البعض. وبهذا الشكل أعزائي الطلبة انتهينا من الجزء الأول من الاتزان الديناميكي، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة لاستكمال درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.